لدي أطفال اثنان، أحدهم عمره 11 سنة والآخر عمره 6 سنوات، وأنا معتمر وهم كذلك. فلما انتهينا من العمرة لبسوا ثيابهم من غير علمي ولم يحلقوا، هل عليهم إثم؟ ما عليهم إثم ما داموا أطفال، لكن يجب عليك أنت أنك تعيد عليهم ملابس الإحرام، تخلع الثياب اللي لبسوها وتعيد عليهم ملابس الإحرام، ثم تحلق رؤوسهم أو تقصر لهم، وبذلك تتم عمرتهم، وما حصل منهم من الخطأ فلا شيء فيه. نعم.